طلاب الصف الرابع هناخد مع بعض النهاردة درس الحياة المستدامة، أول درس في الوحدة الثالثة. الدرس ده بيكلمنا عن ايه؟ بيكلمنا عن ان انا عندي موارد طبيعية وموارد تانية اسمها موارد بشرية. الموارد الطبيعية يعني حاجة احنا ما عملناش فيها اي حاجة، اتولدنا لقيناها موجودة قدامنا، زي التربة اللي بنزرع فيها، زي الهواء وزي المياه. عندي كمان حاجة اسمها موارد بشرية. بشرية يعني الإنسان، البشر هم اللي بيصنعوها، زي صناعة السجاد اليدوي، ده نوع من أنواع السجاد بيتعمل كله بالإيد، أو زي صناعة الفخار، أو زي صناعة الزجاج. طيب الموارد الطبيعية اللي احنا قلناها من شوية دي بنقسمها لموارد متجددة وموارد غير متجددة. موارد متجددة يعني بتفضل تتجدد، يعني حاجة مش بتخلص. موارد غير متجددة يعني هيجي عليها وقت ومش هتتجدد تاني، يعني هتخلص. الموارد المتجددة ايه هي؟ هي الموارد التي لا تنفذ باستخدام الانسان. لا تنفذ يعني لا تنتهي، يعني مش هتخلص نهائي، مهما استخدمنا فيها مش هتخلص خالص. زي ايه؟ زي التربة، زي الهواء، زي المية. دي حاجات عمرها ما هتخلص من عندنا، احنا بنستخدمها غلط. فممكن يجي يقول لي سؤال، ما النتائج المترتبة على سوء استخدام الموارد المتجددة؟ ايه اللي هيحصل؟ هيعرضها للتلوث والتدهور، مش هتخلص بس هيعرضها لإيه؟ للتلوث، يعني هتبوظ. وكمان لما تتعرض للتلوث، سواء تلوث تربة أو تلوث هواء أو تلوث مية، ده هيضر بصحتنا إحنا، زي ما أخدنا في درس المشكلات البيئية إزاي التربة بتتلوث وإزاي الهواء بيتلوث وإزاي المية بتتلوث، عشان إحنا بنستخدمها غلط. فاستخدامنا الغلط ليها ده بيعرضها للتلوث. الموارد غير متجددة نفس تعريف الموارد المتجددة، بس هنشيل كلمة واحدة. الموارد غير متجددة هي الموارد التي تنفذ. تنفذ يعني تنتهي باستخدامنا لها. يبقى الموارد المتجددة لا تنفذ، الموارد غير متجددة هي التي تنفذ. زي ايه؟ زي الموارد المعدنية، المعادن اللي بنطلعها من تحت الأرض، زي الحديد، المنجنيز، النحاس، الذهب، كل دي اسمها موارد معدنية. أو زي مصادر الطاقة، زي البترول والفحم والغاز الطبيعي، ودول بنسميهم طاقة حفرية. طب يعني ايه طاقة حفرية؟ هي الطاقة اللي بنطلعها من تحت الأرض، نفتكرها كده حفرية، يعني بنحفر عشان نطلعها من تحت الأرض، زي البترول والفحم والغاز الطبيعي. الموارد دي بتاخد سنين كتير عشان نعرف نشكلها، هي بتاخد سنين كتير الأول عشان نعرف نلاقي مكانها أصلا، وبعدين بتاخد وقت طويل عشان نعرف نشكلها، يعني نعرف نغير الحديد ده، نعرف نحوله مثلا لسيارات، أو نعرف نحوله لآلات، بتاخد وقت كبير جدا. هي دي المشكلة بتاعتها. كمان فيها مشكلة كمان، إن هي بتكون موجودة بكميات محدودة. احنا قلنا ان هي هتخلص، فهي كميتها محدودة، يعني كميتها محدودة يعني مش كتير، يعني هيجي عليها وقت ومش هنلاقيها تاني. فعشان كده سوء استخدامنا ليها هيعرضها للنفاذ. النفاذ يعني الانتهاء. يبقى كده لو جاء قال لي ما النتائج المترتبة على سوء استخدام الموارد غير متجددة، نفتكر غير متجددة يعني مش بتخل يعني هتخلص. سوري، لو جاء لي ما النتائج المترتبة على سوء استخدام الموارد غير متجددة، يعرضها للنفاذ. طب لو ما النتائج المترتبة على سوء استخدام الموارد المتجددة، يعرضها للتلوث. الطاقة الحفرية قلنا هي البترول والغاز الطبيعي والفحم، هي الطاقة التي نستخرجها من باطن الأرض. الدرس اسمه الحياة المستدامة. يعني ايه بقى الحياة المستدامة؟ اسلوب حياة. اسلوب حياة يعني نظام، يعني اسلوب الحياة ده ايه الهدف بتاعه او نعيش ازاي بيه؟ اسلوب حياة يهدف الى التعامل بشكل مسؤول مع موارد البيئة وترشيد استهلاكنا لها، وبالتالي تقليل النفايات. يعني ايه اسلوب حياة؟ يعني نظام. طب النظام ده ايه الهدف بتاعه؟ المفروض ان اي نظام بيبقى ليه هدف. النظام ده هدفه ان احنا نتعامل بشكل مسؤول، يعني نتعامل مع الموارد اللي عندنا صح بدل ما نلوثها، ده معنى بشكل مسؤول. وترشيد استهلاكنا لها يعني ما نفضلش نستخدمها عمال على بطال. ترشيد استهلاك يعني تقليل الاستهلاك، وبالتالي تقليل النفايات. ما احنا لما نستخدمها صح مش هيطلع منها مخلفات فنرميها في المية مثلا فنلوثها. يبقى الحياة المستدامة هي اسلوب حياة يهدف الى التعامل بشكل مسؤول او بشكل صحيح مع موارد البيئة.
الحياة المستدامة دي أو الأسلوب الحياة اللي احنا بنتكلم عليه ده بيكون مسؤولية الحكومة اللي بتحكمنا في بلدنا، وكمان مسؤوليتنا احنا الناس اللي عايشين، اللي مسؤولية الاتنين مع بعض. ما ينفعش مسؤولية الحكومة بس ولا مسؤولية الفرد بس، لا هي مسؤولية الاتنين مع بعض. عايزين بقى نتكلم درس هنا، هنتكلم ان ازاي نحافظ على الموارد دي. في درس المشكلات البيئية اخدنا ازاي اتلوثت المية وازاي اتلوثت التربة وازاي اتلوث الهواء، هنا هناخد ازاي نحافظ عليهم من التلوث ده. اول حاجة المية، المية دي من الموارد الطبيعية المتجددة. طب هي ليه الموارد الطبيعية المتجددة؟ عشان هي مش هتخلص ابدا. ازاي نحافظ بقى على المية من التلوث؟ الدولة هتعمل حاجات تحافظ على المية، واحنا الناس اللي عايشين هنعمل حاجات. ايه دور الدولة في الحفاظ على المية؟ اول حاجة هتفرض عقوبات على كل من يلوث مياه نهر النيل. عقوبات يعني غرامات، اي حد هيتصور كده او حد هيبلغ عن ان هو بيلوث مية نهر النيل هيتفرض عليه غرامات كبيرة جدا جدا. تاني حاجه استخدام وسائل ري حديثه لتقليل فقدان الكثير من المياه. هنستخدم وسائل ري، يعني وسائل الري اللي هي الميه اللي بنسقي بيها الارض الزراعيه بتاعتنا. فاحنا عايزين وسائل جديده غير ميه نهر النيل اللي بيتلوث ده، عايزين وسائل تانية. ايه الوسائل التانية دي؟ عندي الابار والسدود. الابار اللي هي بتبقى موجوده في الصحراء، بير كده مغويط بيبقى موجود فيه ميه عذبه، ربنا هو اللي عمله في المكان ده مش احنا. كمان السدود، السدود دي مهمتها ان هي بتحوش ميه الامطار، بتحوش جواها ميه الشتاء اللي بيشتي عندنا ده، بتحوشه جوه السدود وبنطلعه نسقي بيه الاراضي الزراعيه. يبقى اول حاجه الدوله هتفرض عقوبات على اي حد يلوث ميه نهر النيل. تاني حاجه هنستخدم وسائل ري جديده غير ميه نهر النيل زي الابار وزي السدود. وقلنا السدود مهمتها ايه؟ تخزين مياه الامطار. تالت حاجه هنوفر مصادر جديده للميه زي الابار وزي السدود زي ما قلنا دلوقتي. طب ايه دور الفرد في الحفاظ على الميه؟ ترشيد الاستهلاك. ايه ترشيد الاستهلاك؟ يعني تقليل استخدامنا للميه. ازاي؟ قالنا ان ممكن نستخدم الدش بدل حوض الاستحمام عشان نقلل استخدام الميه بتاعتنا. لما نستخدم الدش هيقلل الميه اللي احنا بنستخدمها. ايه كمان؟ ان احنا نقفل صنبور الميه اللي هي الحنفيه اثناء تنظيف الاسنان. واحنا بنغسل سناننا وحطينا المعجون على الفرشه نقفل الحنفيه، وبعد ما نخلص غسيل سناننا نفتح بقى الميه، ما نسيبش الميه مفتوحه على طول. يبقى هو ده دور الفرد في الحفاظ على الميه، ان احنا نرشد الاستهلاك، وازاي ان احنا نستخدم الدش بدل حوض الاستحمام، وان احنا نغلق صنبور المياه اثناء تنظيف الاسنان. تاني حاجة عندي الطاقة، وازاي هنحافظ على الطاقة. الطاقة من المصادر المتجددة زي المية بالظبط، يعني مش هتخلص خالص، زي الشمس زي الرياح زي الطاقة الكهرومائية. طاقة كهرومائية يعني بنعمل كهرباء من المية. التلاتة دول بنسميهم طاقة نظيفة. أي حاجة نظيفة يعني مش بتعمل تلوث، يبقى هي طاقة نظيفة لأنها لا تلوث البيئة. ازاي الدولة هتحافظ على الطاقة دي؟ قالنا هتعمل محطات لتوليد الكهرباء من المية، محطات توليد الكهرباء من الشمس، ومحطات توليد الكهرباء من الرياح. محطات توليد الكهرباء من المية زي محطة كهرباء السد العالي. ازاي هنعمل طاقة شمسية؟ عندنا محطة اسمها محطة الكريمات موجودة في محافظة الجيزة. طيب ازاي هنعمل طاقة من الرياح؟ عندي محطة اسمها الزعفرانة ودي موجودة في محافظة البحر الأحمر. يبقى طاقة كهرومائية من محطة كهرباء السد العالي، طاقة شمسية من محطة الكريمات اللي موجودة في محافظة الجيزة، طاقة الرياح من محطة الزعفرانة اللي موجودة في محافظة البحر الأحمر. طب ازاي احنا هنحافظ على الطاقة؟ برضو ترشيد الاستهلاك. طب ازاي ترشيد الاستهلاك؟ يعني هنقلل استخدامنا ليها. ازاي؟ اول حاجة اطفاء المصابيح والاجهزة الكهربية غير المستخدمة. احنا مثلا في البيت قاعدين في اوضة معينة، نبقى فاتحين النور بتاع الاوضة دي ونقفل الانوار بتاعة الاوضة التانية. دي
اول حاجة. طب ممكن نعمل ايه كمان لو احنا مضطرين مثلا نفتح كذا نور؟ هنستخدم مصابيح موفرة للطاقة، يعني مهما استخدمناها مش بتاخد كهرباء كتير. تالت حاجة عندي التربة. التربة دي قلنا قبل كده ان هي من الموارد الطبيعية المهمة عشان بنزرع فيها المحاصيل، وبنعتمد عليها في ايه؟ في حاجتين، يا اما في الغذاء يا اما في الصناعة. في الغذاء عشان احنا بناخد من الارض الزراعية دي الخضار والفاكهة اللي احنا بنعتمد عليها في الغذاء بتاعنا. ازاي في الصناعة؟ ان احنا بناخد المحاصيل دي برضو اللي بنزرعها وبندخلها المصانع فتطلع لنا حاجة تانية، زي مثلا عندنا هنا في الصورة زي قصب السكر. احنا بنزرع قصب السكر بعدين بنطلعه من الاراضي الزراعية ندخله المصانع يطلع لنا سكر. التربة بتتعرض لأخطار بتبوظها، أخطار يعني حاجات كتير خطر بتبوظها. زي ايه؟ زي التلوث، وأخدناه في درس المشكلات البيئية اللي هو عشان بنستخدم أسمدة كيماوية كتير وعشان بنستخدم مبيدات حشرية كتير. يبقى أول خطر هو التلوث، تاني خطر تجريف الأرض الزراعية. كلمة تجريف يعني إزالة الطبقة السطحية للتربة الزراعية. التربة الطبقة السطحية دي اللي هي اللي بنحط فيها البذرة وبعدين بنحط عليها المية عشان تتزرع. تجريف يعني بنشيل الطبقة السطحية دي خالص. يبقى دي تاني خطر بتتعرض ليه التربة. تالت حاجة الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. كلمة مجهدة يعني متعبة، بتتعب التربة يعني بتبوظ التربة. زي ايه؟ زي الرز وزي القطن. يبقى لو جاء لي في أكمل من المحاصيل المجهدة للتربة الرز والقطن. طيب إزاي الدولة هتعمل حاجات عشان تصلح الأخطار دي؟ هتعمل حاجتين. أول حاجة تنصح المزارعين باستخدام السماد العضوي بدل السماد الكيماوي. خدنا قبل كده ان من الاسباب اللي بتلوث التربة استخدام الاسمدة الكيماوية، فالدولة قالت لهم لا بلاش الاسمدة الكيماوية دي خالص اللي بتبوظ، هنستخدم سماد عضوي يعني حاجات طبيعية مهما حطيناها مش هتبوظ التربة. تاني حاجة زراعة المحاصيل غير مجهدة للتربة زي الفول وزي الحمص. قلنا ان من الحاجات اللي بتبوظ التربة المحاصيل المجهدة زي الرز وزي القطن، فالدولة قالت لهم بلاش نستخدم دول كتير ونبدلهم بحاجات غير مجهدة للتربة زي الفول وزي الحمص. الهواء، عارفين ان الهواء لو اتلوث ده هيضر بصحتنا كتير، لان احنا ما ينفعش نشم اي غازات سامة، لازم الهواء يكون نقي. ازاي الدولة هتحافظ على الهواء ده من التلوث؟ لخفض نسبة تلوث الهواء تبذل الدولة جهود كبيرة. ازاي؟ اول حاجة قالت ان احنا نستخدم السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدل البنزين. في دلوقتي عربيات كتير بقت بتمشي بالغاز بدل البنزين. طب ايه الفايدة؟ ما هو البنزين ده لما بيتحرق في العربية بيطلع عوادم السيارات اللي بتلوث الهواء، فالغاز الطبيعي مش بيعمل كده. الغاز الطبيعي لما بيتحط في العربية مهما اشتغلت العربية مش هيطلع دخان. يبقى كده مش هنلوث البيئة عشان مش هيطلع عوادم سيارات. طب ايه كمان؟ التوعية بضرورة تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل لخفض نسبة العوادم. العربيات اللي بتطلع عوادم دي الدولة قالت بلاش نستخدم العربيات في كل المشاوير بتاعتنا عشان العوادم دي ما تزيدش. لا يعني في مشاوير مثلا نقدر ان احنا نستغنى عن العربية فياريت، عشان ما نفضلش نستخدمها كده كتير 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 فتطلع لنا عوادم كتير فتلوث لنا الهواء. احنا بقى الناس اللي عايشين ازاي هنحافظ على الهواء؟ الدولة قالت للناس نستخدم الدراجات بدل السيارات. اللي يقدر اللي عنده عجل ممكن يستخدمها في مشاويره بدل العربية. طبعا العجل مهما استخدمناه عمره ما هيلوث البيئة لانه اصلا مش بيحتاج بنزين. كمان زراعة النباتات في البيئة المحيطة، حوالين البيت بتاعنا، حوالين المصانع، حوالين المدارس، نزرع اشجار، نزرع نباتات. ليه؟ لان النباتات بتمتص الغازات السامة او بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتدينا اكسجين. يعني النباتات بالظبط دي بتبقى زي الفلتر كده اللي بينقي الهواء. الدولة جت قالت عايزين نعمل حاجة اسمها تنمية مستدامة، واخدنا المصطلح ده في درس لما اخدنا الصوبات الزراعية. التنمية المستدامة يعني عايزين نعمل حاجات نفضل نستخدمها احنا والاجيال اللي جاية كمان. ففي مكان
اسمه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة دي عملت خطة اسمها خطة التنمية المستدامة، عشان تساعد أي بلد عايزة تحمي نفسها من التلوث تقدر إن هي تنفذ الخطة دي. فجت مصر سمعت الكلام وراحت عاملة مبادرة اسمها اتحضر للأخضر. اتحضر للأخضر، اتحضر للأخضر يعني اتجهز للأخضر اللي هو مقصود بيه النباتات. المبادرة دي قالت ايه؟ ان احنا نشارك في الحفاظ على البيئة بتاعتنا، لازم احنا الناس اللي عايشين لازم نعمل حاجات عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا ونساعد الدولة اللي بتحافظ على البيئة. يبقى لازم احنا الاتنين نساعد ان احنا نحافظ على البيئة، مش الدولة بس ولا احنا بس، لا لازم احنا الاتنين مع بعض. كمان ترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، ان احنا ما نستخدمش الغذاء عمال على بطال، لا نستخدم الحاجات المفيدة 3 وجبات بتوعنا، ما نستخدمش اكل مضر بصحتنا. كمان ترشيد استهلاك الطاقة زي ما قلنا، ان احنا مثلا نطفي الانوار اللي مش بنستخدمها، نطفي الاجهزة الكهربائية اللي مش بنستخدمها، نحاول نستخدم مصابيح موفرة للطاقة. تالت حاجة التوعية بأهمية التشجير. التشجير يعني ان احنا نعمل شجر كتير ونباتات كتير في البيئة اللي احنا عايشين فيها، عشان زي ما قلنا تنقي الهواء اللي حوالينا. كده نكون خلصنا درس الحياة المستدامة، أول درس في الوحدة الثالثة.